حيلن بيلن بيلن حي ابو الفصل. انا هيكون عيد ميلاد الليله اسعد الاعياد. خلي حي ابو الفصل. اتفاجئت؟ لا خالص، انا في ناس عازمهم على عيد الميلاد ده. مترون انت ما عرفت من مين؟ قال لك انت امبارح بتقولي لي لازم تلبس السويت شيرت اللي جايبينه مع بعض ده عادي؟ ايوه عادي. انت امبارح بالليل بتقولي لي انت بكره هتتم كام سنه؟ بطمن عليك. مترون انت كلمتيني من نص ساعه قلت لي هات شمع وانت جاي. انا جايب شمع عيد ميلادي. دي بالذات عادي ملهاش اي علاقه بعيد الميلاد. انت في الطبيعي بتمشي بشمع في شنطتك؟ اقول لك على حاجه، البوكس ده فيه ساعه اهو من غير ما افتحها. انت بس مين قال لك بقى المره؟ مين قال لك؟ انت بقالك اسبوع يا اما بتبعتي لي صور ساعات على الانستجرام تاخدي رايي تقولي لي ايه احلى واحده عشان اجيبها لابن خالتي شناوي. في حد بس مش شناوي اساسا؟ انت خدت بالك ازاي؟ انت لماح قوي. انت اللي مفيش خالص يا ام. انت مفيش خالص. مش مهم المهم تعالى بس نحتفل. يلا كريسبي ميز علشان انت بتحبه. ايوه خليك ليا. شكرا. يلا ليا. ما انت ما تستني. طب ولاد خالتي على وصول لو كده ناكل مره واحده. ولاد خالتك؟ ايوه. وانت عندك ولاد خاله؟ ايوه يا بنتي ده عندي، بس مقاطعينهم بقى من قديم الازل وخناقات بقى رب السما، فقلت اصالحهم النهارده بقى. كلمتهم قلت لهم مدرونة عامله وليمه بقى عشان عيد ميلادي وهي اللي عازمه، فتعالوا ناكل لقمه مع بعض النهارده. أنا ما قلت ابدا سنه جديده بصفحه جديده بغلطه جديده ليا. لا 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 ليه بعد الشر عليك غلطه ليه؟ ايه ده هم دول؟ لا افردي وشك بقى، الناس داخله علينا. بقول لك بقى ولاد خالتي وبتاع. مين يا ابني؟ يا ابني انا اهو انا ابن خالتك. في ايه؟ دول ولاد دي مدرونه خطيبتي. حكم عنك. انت بتكلم مين اصلا؟ هم مش معانا اساسا. معلش هم فرحانين بيا يعني. دول بقى ولاد خالتي اللي بقول ده. مشيل ابن مايكل. مايكل ده مايكل ابن خالتي اصلا. مينا ومايكل بقى، احنا الثلاثه متربيين سوا من واحنا صغيرين. لا هم ما شافوش تربيه اصلا. دول دخلوا ما سلموش علينا اساسا، سلموا على الفراخ على طول. معلش هم فرحانين يعني، اول مره نتقابل من واحنا صغيرين. بقول لك طول عمرنا متخانقين يعني. وانتوا مش هتاكلوا معانا؟ ما هو ده اكلنا. اسف والله. لا ولا يهمك، انا اسف. خلاص خلاص روحنا بقى. انتوا روحوا. طب ما لما هتطلب ما تسيب دي حضرتك. ما دام هتطلب ما تسيب دي. ست تصوت كبار. ايوه بقى. لا ما تعملوش حسابنا انا ودودو. احنا اصلا مش عاملين حسابكم اصلا. ايوه معلش. هتقولنا معاكوا حاجه على ذوق. اقول لك على حاجه؟ سيب لي نفسك خالص. ماشي. ما تسيب بقى انت دي. انت مش هتطلبه ما تسيب دي. مين مستني بسطات؟ بسطات ايه اللي انت طالبها؟ طب خلص دول الاول. هو مفيش حاجه مبلع. هات الخرطوم بتاع الماشين ده حطه له في بقه. ده حلي بقى. ايه؟ ليه؟ بس معلش خلاص. حاجه خفيفه بقى يا حلي. حاجه بس خلاص. ولاد خالتي بقول لك بقالنا سنين ما بنتكلمش وبقالنا سنين ما تقابلناش. ميشيل ومايكل ومين؟ اطلبوا انتوا. انا ومغسل ايدي او مغسل ايدي وانتوا اطلبوا اللي انت عايزه. يا مهرج
كريسبي ميلز مش بس مطعم فرايد تشيكن، ده عندهم انواع كتير من الباستا، ده غير طاسات الجبنه السايحه. كريسبي ميلز ليه فروع في مدينه نصر، فاول شارع انور المفتي من اول عباس العقاد، وليه كمان فرع في شبرا مصر 17 شارع شكولاني متفرع من شارع شبرا، وان شاء الله هيكون ليهم فروع كتير جدا حوالين انحاء الجمهوريه في الفتره اللي جايه. لما تروح كريسبي ميلز اسأل على العروض، عشان دايما بيعملوا عروض ضرب نار. كريسبي ميلز عندهم توصيل الطلبات للمنازل، كلموا الرقم اللي ظهر على الشاشة واعملوا الأوردر وهم هيجيبوه لك على طول.